عرفت شعبة الحمضيات خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا بولاية مستغانم، نتائج تحققت بفضل جهود مهني القطاع والدعم المقدم لهم من قبل المصالح المختصة. الإنتاج الحالي لولاية مستغانم يتعدى 1,300,000 قنطار سنويا، ما يجعل ولاية مستغانم مرتبة في المرتبة الثانية على المستوى الوطني بعد ولاية بليدة. وإبرازا لنتائج هذه المجهودات، تم تنظيم الطبعة الأولى لعيد الحمضيات في ولاية مستغانم بحضور فلاحين من عدة ولايات غربية. من ناحية المردود في بداية الموسم، يعني في الإنتاج تاع الثمار كان يعني يبان موسم يعني لا بأس به. فيما يخص مشكل نقص المياه في ولاية وهران، نطلب من السلطات المحلية بما فيها ولاية وهران أن تحل هذا المشكل في أقرب الآجال لكي تتسع لنا في توسيع في المساحات. آبار هذو موجودين ومغلوقين، اللي كانوا سابقا يشربوا يعني الساكنة اليوم راهم مغلوقين، فحبذا يعني لو يعاودوا يولوا هذه الآبار للقطاع الفلاحي، وهكذا نقدروا نوسعوا المساحات المسقية وبالخصوص المساحات نتاع الحمضيات. مهنيو هذه الشعبة يعلقون آمالا كبيرة على التكفل بانشغالاتهم لزيادة الإنتاج كما ونوعا وبعث الصناعات التحويلية في هذا المجال.